ماك 2019. طبعا مسوي زبالة جبتها هسه من الميكانيك. احنا هذول السواق كارثة، ومن الصعب تلقى سايق يعتني بالتراك مالته. يعني تراك بعده جديد، والله ما ادري 2019 ما ادري 2020 ما انتبهت على الموديل مالته. بس شنو مسوي زباله، هاي المرايه مكسوره، صوت هنا من بين الغطا همين اكو كبسه مكسور، ضاع الوساخه القداره. والله حرامات، هذا سعره فوق 250,000 الجديد، من تروح تشتري ب 250,000. الكرسي طبعا مكسور، ما ادري شلون يسوقوه، حتى ما ادري شلون هذا السائق يسوق الكرسي وسخ، يعني عبالك واحد ميكانيكي يسوق بيه. والكرسي يتحرك سلايد، ما ادري يمكن مكسور، لو مكسور لو اكو كبسه تكبسها تقفل الستيرين الكرسي.